حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة اليوم من برنامج رينبو. طبعاً برنامج رينبو برنامج مليء بالتشويق والفايدة والمرح، وأكيد عندنا جوائز ممتعة كل أسبوع لنجم الأسبوع، وجائزة هالأسبوع بتكون نينتندو. يا ترى منو بيكون الفايز؟ بنعرف يوم الخميس. وحين أصدقائي أباكم كلكم تستعدوا، لأن اليوم تحديات رينبو قوية ولازم المعلومات عندكم تكون كثيرة. وحين أصدقائي استعدوا أباكم تتصلون على الرقم الموجود أمامكم في أسفل الشاشة، وخلينا أقول حق رينبو يلا يا رينبو انطلق. رينبو ستوب، وقف رينبو على اللون الأحمر. يا ترى شو المعلومة خلف اللون الأحمر؟ أصدقائي المعلومة تقول آلة تعمل بواسطة طاقة الرياح، وتستخدم على نحو رئيسي لتزويد بالطاقة، وذلك لضخ المياه أو توليد الكهرباء. أما الحديثة منها فتستخدم لإنتاج الكهرباء، فهي تسمى عادة عنفات الهوائية، تتألف من دولاب وأشرعة تدير الرياح. والسؤال يقول ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي طاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ أعيد عليكم السؤال يا أصدقائي، آلة تعمل بواسطة طاقة الرياح وتستخدم على نحو الرئيس للتزويد بالطاقة، وذلك لضخ المياه أو توليد الكهرباء. أما الحديثة منها فتستخدم لإنتاج الكهرباء، فهي تسمى عادة العنفات الهوائية، تتألف من دولاب وأشرعة تديرها الرياح. والسؤال يقول ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي طاقة لتوليد الكهرباء وضخ المياه؟ ويلا يا أصدقائي خلونا ناخذ أول اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. انقطع الخط يا أصدقائنا. أذكركم في المعلومة الوايد مهمة، يوم بتكلموني وطوا صوت التلفزيون واسمعوني فقط من التلفزيون عشان ما يقطع الخط. وأصدقائي ذكرنا جائزة هالأسبوع بتكون سوبر نينتندو، جائزة وايد حلوة. يا ترى منو بيفوزها؟ بنعرف يوم الخميس. وحين أصدقائي خليني أعيد عليكم السؤال وأخذ الاتصال. ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي طاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ يلا يا أصدقائي ناخذ أول اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ بيان. اسمك؟ بيان. بيان زياد؟ بيان. بيان بيان، قلنا يا بيان من وين تكلمنا؟ بنت أنا. بيان بكليلي، من وين تكلمينا؟ من الفجيرة؟ من دبي؟ من الفجيرة. من الفجيرة، وتحية لبيان من الفجيرة. قولي لنا يا بيان كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات والعمر كله لك يا بيان. زين قولي لنا يا بيان ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي طاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ القارب. القارب؟ وناخذ إجابتك يا بيان، القارب، وإن شاء الله تكون صحيحة. وشكرا لك يا صديقتي على الاتصال، وناخذ اتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ سارة الأمين. سارة الأمين، صديقة البرنامج، شخبارك؟ الحمد لله. قولي لنا يا سارة ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي طاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ طاحونة الهواء. طاحونة الهواء، وناخذ إجابتك يا سارة إن شاء الله تكون صحيحة. شكرا لك يا صديقتي ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. أسمع حد يصيح. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ حورية. حورية صديقتنا ونجمة الأسبوع، قولي لي يا حورية ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي طاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ طاحونة الهوائية. واخذنا إجابتك يا حورية وإن شاء الله تكون صحيحة. وشكرا لك على المشاركة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. يلا يا ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ مهرة. مهرة صديقة البرنامج، شخبارك؟ بخير. قولي لنا يا مهرة شو هي هذه الآية اللي بواسطة الرياح تعطينا كهرباء وتساعد في ضخ المياه؟ طاحونة الهواء. طاحونة الهواء صحيح، وإن شاء الله ناخذ إجابتك وتكون صحيحة. شكرا لك يا صديقتي ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع صوت مؤيد. صح شو أخبارك يا مؤيد؟ الحمد لله. إذا نقول له يا مؤيد شو اسم هذه الآلة؟ طاحونة الهواء. طاحونة الهوائية، وإن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وخذت إجابتك. شكرا لك واتصال جديد. يلا يا أصدقائي خلونا نعرف هذه المعلومة، شو هي اللي هي بواسطة الهواء هذه الآية تستطيع توليد الكهرباء وضخ المياه؟ وناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. خليفة السويدي. خليفة السويدي؟ إيه من بوظبي. من بوظبي، وتحية لخليفة السويدي من إمارة بوظبي. قل له يا خليفة كم عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة والعمر كله لك. إذا قلنا عرفت إجابة الآلة، ما هي هذه الآلة؟ طاحونة الحياة. طاحونة الهواء، وأخذنا إجابتك يا صديقنا، وشكرا لك على المشاركة واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ سليمان الأمين من الفجيرة. سليمان الأمين من الفجيرة. قلنا يا سليمان، ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الهواء لتوليد الكهرباء وضخ المياه؟ الطاحونة الهوائية. الطاحونة الهوائية، وأخذت إجابتك يا مؤيد. شكرا لكم، مع السلامة واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ سعود الشحي. سعود الشحي، صديقنا سعود الشحي. قلنا يا سعود، ما هي هذه الآلة التي تساعد في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ طاحونة الهواء. طاحونة الهواء، طاحونة الهوائية. وناخذ إجابتك يا سعود، إن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لكم، مع السلامة واتصال جديد. ألو السلام عليكم. يا ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ سليمة. سليمة صديقة البرنامج، قولي لنا يا سليمة، ما هي هذه الآلة التي بواسطة الرياح تستطيع توليد الكهرباء وضخ المياه؟ طاحونة الهواء. طاحونة الهوائية. وناخذ إجابتك يا سليمة، وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك على المشاركة واتصال جديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ علي. علي، شو أخبارك يا علي؟ خير. إجابتك؟ طاحونة الهواء. طاحونة الهوائية، وخذت إجابتك يا علي، وشكرا لك، وخلص الوقت يا أصدقائنا. الحين أصدقائنا كان السؤال يقول، ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي طاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ وإجابة ريبو أصدقائي فعلا الطاحونة الهوائية. وحين أصدقائي استعدوا للتحدي الجديد والقادم، استعدوا، خلينا أقول حق ريبو انطلق. ريمبو ستوب. وقف ريمبو على اللون الأزرق. يا ترى شو المعلومة خلف هذا اللون؟ خليني أقولكم، من الطيور البحرية الغير قادرة على الطيران، تعيش في قارة القطبية الجنوبية، ريشها أبيض وأسود اللون، تحولت أجنحتها إلى زعانف لتساعدها على السباحة، تتغذى على الحبار والسمك التي تصطادها أثناء الغطس تحت المياه، وتقضي نصف حياتها على اليابسة والنصف الآخر تحت الماء. والسؤال يقول، ما هو اسم الطائر البحري الغير قادر على الطيران ويعيش في القارة القطبية الجنوبية؟ يلا يا أصدقائي، ما اسم هذا الطائر الذي لديه أجنحة لكن لا يستطيع الطيران؟ وناخذ أول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ سعود الشحي. سعود الشحي، قلنا يا سعود، عرفت هذا الطير؟ هي قول. البطريق. طائر البطريق، واخذنا اجابتك يا سعود، وان شاء الله تكون صحيحه واتصال جديد. الو السلام عليكم. السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك؟ زايد الامين. زايد الامين، قلنا يا زايد، ما اسم الطائر البحري الغير قادر على الطيران ويعيش في القاره القطبيه الجنوبيه؟ البطريق. البطريق، وناخذ إجابتك وإن شاء الله تكون صحيحة واتصال جديد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ هاجر. هاجر منو؟ صديقة البرنامج. صديقة البرنامج، ثاني مرة يا هاجر أواك تقولين صديقة البرنامج بحماس. قولي لنا يا هاجر، ما اسم الطائر الذي البحري الذي غير قادر على الطيران ويعيش في قارة القطبية الجنوبية؟
البطريق. البطريق، واخذنا اجابتك يا هاجر، ان شاء الله تكون صحيحه. شكرا لك ومع السلامه. واتصال جديد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. هذا الحماس كله أكيد جاي من حورية. صحيح. قولي لنا يا حورية، ما اسم هذا الطير البحري الغير قادر على الطيران؟ البطريق. واخذنا إجابتك يا حورية، وإن شاء الله تكون صحيحة. وشكرا لك ومع السلامة. واتصال جديد. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. يلا يا أصدقائنا، خلونا نعرف مين هذا البطريق الذي لا يستطيع الطيران، وناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ خلفان من أبوظبي. خلفان من أبوظبي، وتحية لأصدقائنا من إمارة أبوظبي. كم عمرك يا خلفان؟ 8. 8، والعمر كله لك، يعني أي صف؟ رابع. رابع. زين قلنا يا خلفان، ما اسم الطائر البحر؟ برنامج أنا. ما اسمعك؟ بطريق. البطريق، وناخذ اجابتك يا خلفان البطريق، وشكرا لك على المشاركه. واتصال جديد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. اسمك؟ علي. علي، قلنا يا علي، ما اسم الطائر البحري الغير قادر على الطيران؟ البطريق. البطريق، وناخذ اجابتك يا علي، وان شاء الله تكون صحيحه. وشكرا لك يا صديقنا، ومع السلامه. اصدقائنا، خليني اذكركم بالمعلومه الوايد وايد وايد مهمه. يوم تكلموني اباكم توطوا صوت التلفزيون وتسمعوني فقط من التليفون عشان ما يقطع الخط. وحين اصدقائي باخذ اتصال جديد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. اسمك؟ سارة الأمين. سارة الأمين، صديقتنا اللي دوم مجتهدة وإجاباتها صحيحة. يا ترى شو إجابتك يا سارة؟ البطريق. البطريق، وأخذنا إجابتك، وإن شاء الله تكون صحيحة كالعادة. يلا يا أصدقائي، عيد عليكم السؤال وأخذ اتصال. ما هو اسم الطائر البحري الغير قادر على الطيران ويعيش في القارة القطبية الجنوبية؟ ونأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. انقطع الخط يا صديقنا، اكيد كنت معلي صوت التلفزيون. ويلا يا اصدقائي، خلونا ناخذ اتصال جديد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. اسمك؟ علي الامين. علي الامين، صديق البرنامج، قلنا يا علي اجابتك. البطريق. البطريق، واخذنا اجابتك يا علي. علي كان احد نجم الاسبوع اللي طاف، والف مبروك مره ثانيه وثالثه ورابعه. وشكرا لك يا علي ومع السلامه. وناخذ اتصال جديد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. اسمع صوت عليا. شو اخبارك يا عليا؟ الحمد لله بخير. قولي لنا يا عليا، عرفتي الاجابه؟ اي نعم. قولي. البطريق. البطريق، واخذنا اجابتك يا عليا، البطريق، وان شاء الله كالعاده تكون صحيحه. واتصال جديد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ فاطمة مصعب. فاطمة مصعب، قولي لنا يا فاطمة إجابتك. البطريق. البطريق، واخذنا إجابتك يا فاطمة، البطريق، وإن شاء الله تكون صحيحة. وشكرا لك ومع السلامة. وحين أصدقائي بلحق آخذ آخر اتصال ولا لا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ مهرة. مهرة، بسرعة إجابتك. البطريق. البطريق، واخذنا إجابة مهرة البطريق. شكرا لك على المشاركة. وخلص الوقت يا أصدقائي. الحين كان السؤال يقول، ما هو اسم الطائر البحري الغير قادر على الطيران ويعيش في القارة القطبية الجنوبية؟ ويا ترى شو إجابة رينبو؟ إجابة رينبو، وكنتوا كلكم قد التحدي، هو فعلا طائر البطريق. مبروك يا أصدقائي، للكل كانت إجاباتكم صحيحة. الحين استعدوا، عنا تحدي جديد، لكن بعد فاصل صغير، تريونا. قناة الفجيرة. ورجعنا لكم يا أصدقائنا مع مزيد من المعلومات والتحديات. يا ترى بتكونون قد التحدي مثل العادة، ولا بيكون السؤال صعب والمعلومة جديدة؟ خلونا نعرف. أباكم تتصلون على الرقم الموجود أمامكم في أسفل الشاشة، وخلينا نقول حق رينبو انطلق. بيم بيم.
بوستوب. وقف رينبو على اللون الأخضر. معلومة اللون الأخضر يا أصدقائي تقول: جسر قوسي في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة. جسر قوسي في إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد أعمال المعمارية زها حديد، سمي نسبه إلى مؤسسة بلاد المغفور له شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. يتميز بهندسة فريدة في بناء المنحنيات، حيث يربط أبو ظبي بالبر الرئيسي ويقع على الجانب الأيمن من الجسر المقطع. والسؤال يقول: ما هو اسم الجسر الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية زها الحديد في أبو ظبي؟ يلا يا أصدقائي خليني أعيد عليكم المعلومة: جسر قوسي في إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد أعمال المعمارية زها الحديد، سمي نسبه إلى المؤسس البلاد المغفور له شيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. يتميز بهندسة الفريدة في بنائه للمنحنيات، حيث يربط أبو ظبي بالبر الرئيسي ويقع على الجانب الأيمن من جسر المقطع. والسؤال يقول: ما هو اسم الجسر الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية زها حديد في أبو ظبي؟ وناخذ أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ حورية. حورية صديقتنا، شو أخبارك؟ الحمد لله. حورية ليش صوت يقطع شوي؟ ليش؟ حورية انقطع الخط؟ انقطع الخط يا صديقتي حورية، استخدمي تليفون ثاني لأن تليفونك قاعد يشوش شوي. ويلا ناخذ اتصال جديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الخط مرة ثانية. أصدقائي خليني أذكركم بالمعلومة الوايد مهمة، أنه دوم لازم تسمعوني من التليفون وتوطوا صوت التلفزيون عشان ما يقطع الخط. وناخذ اتصال جديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع صوت صديقة البرنامج عليا، شخبارك يا عليا؟ الحمد لله بخير. عليا مستوية دوم مجتهدة. قولي لنا يا عليا، عرفت الإجابة؟ هي نعم. قولي. جسر الشيخ زايد الله يرحمه. جسر الشيخ زايد الله يرحمه، وإن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا عليا، وشكرا لك على المشاركة ومع السلامة. أصدقائي أحب أذكركم إن كل ما اتصلتوا زدت اتصالات كل ما زادت فرصكم بالفوز، وجائزة هالأسبوع بتكون سوبر نينتندو. ويا ترى منو بيفوز؟ نعرف يوم الخميس. صحيح، خلينا ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحماس صوت منو؟ هاجر. هاجر منو؟ صديقة البرنامج. صديقة البرنامج هاجر. قولي لنا يا هاجر، ما هو اسم الجسر الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية زها حديد في أبو ظبي؟ جسر الشيخ زايد. جسر الشيخ زايد، أخذت إجابتك يا صديقتي وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ حورية. حورية. حورية قولي لنا يا حورية إجابتك. جسر الشيخ زايد. أخذنا إجابتك يا حورية وإن شاء الله تكون كالعادة صحيحة، وشكرا لك ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم؟ محمد صالح. محمد صالح من أي إمارة تكلمنا؟ الفجيرة. من الفجيرة، وتحية لأصدقائنا في إمارة الفجيرة. قلنا يا محمد صالح إجابتك. جسر الشيخ زايد الله يرحمه. جسر الشيخ زايد الله يرحمه. كم عمرك؟ 7 سنوات والعمر كله لك، وأخذت إجابتك وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لكم ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ خليفة السويدي. خليفة السويدي صديق البرنامج، شخبارك؟ بخير الحمد لله. قلنا يا خليفة، ما هو اسم الجسر الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية زها حديد في أبو ظبي؟ جسر الشيخ زايد. جسر الشيخ زايد الله يرحمه. أخذت إجابتك وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لكم مع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ مهرة. مهرة صديقتنا، شخبارك يا مهرة؟ خير. قولي يا مهرة، عرفتي الإجابة؟ نعم. قولي.
جسر الشيخ زايد. جسر الشيخ زايد الله يرحمه. اخذت اجابتك يا مهرة، شكرا لك يا صديقتي على المشاركة. واتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين يكلمنا؟ سلمى عصام. سلمى عصام، شخبارك يا سلمى؟ الحمد لله. انت صديقة البرنامج القديمة صح؟ قولي لنا يا سلمى، ما هو اسم الجسر الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية زها حديد في ابو ظبي؟ جسر الشيخ زايد. جسر الشيخ زايد، اخذت اجابتك يا سلمى وان شاء الله تكون صحيحة. واتصال جديد. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ نلتا. اسمك؟ فاطمة مصعب. فاطمة مصعب، صديقتنا اللي كلها حماس. قولي لنا يا فاطمة اجابتك. الشيخ زايد. جسر الشيخ زايد، اخذت اجابتك يا فاطمة وان شاء الله تكون صحيحة، شكرا لك ومع السلامة. واتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ سليمة. سليمة صديقتنا، قولي لنا يا سليمة، عرفت الإجابة؟ جسر الشيخ زايد. جسر الشيخ زايد الله يرحمه، وخذت إجابتك يا سليمة وإن شاء الله تكون صحيحة ومع السلامة. بيخلص الوقت، خلص الوقت يا أصدقائنا. والسؤال كان يقول ما هو اسم الجسر الذي صممته المهندسة المعمارية زها حديد في أبوظبي؟ وإجابة ريمبو يا أصدقائي هي فعلا جسر الشيخ زايد. والحين أصدقائي خلونا نستعد للتحدي الجديد والمعلومة الجديدة. يا ترى بتقولون قدها كالعادة ولا لا؟ خلونا نعرف. والحين أقول حق ريمبو استعد. ريمبو ستوب. وقف ريمبو على اللون الأزرق. وأصدقائي المعلومة خلف اللون الأزرق تقول عالم عربي ولد في مدينة البصرة في جنوب العراق، وقد برز في علوم البصريات والفيزياء والهندسة وعلم الأعداد والحساب والفلك والفلسفة والمنطق والطب، وكان يحب الترحال والسفر طلبا للعلم. تجاوزت مؤلفاته 160 كتاب في مختلف العلوم، من أشهر كتابه المناظر. السؤال يقول من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفاته كتاب المناظر؟ من هو هذا العالم يا أصدقائي؟ خلونا نعرف وناخذ أول اتصال. السلام عليكم. ليش انقطع الخط؟ أصدقائنا أذكركم في المعلومة الوايد مهمة، يوم بتكلموني وطوا دوم صوت التلفزيون وسمعوني فقط من التلفون عشان ما يستوي شيء ينقطع الخط. أعيد عليكم أصدقائي المعلومة، ركزوا معي وخلونا ناخذ الاتصال. عالم عربي ولد في مدينة البصرة في جنوب العراق، وقد برز في علوم البصريات والفيزياء والهندسة وعلم الأعداد والحساب والفلك والفلسفة والمنطق والطب، وكان يحب الترحال والسفر طلبا للعلم. تجاوزت مؤلفاته 160 كتاب في مختلف العلوم، من أشهر كتابه المناظر. والسؤال كان يقول يا أصدقائي من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفاته كتاب المناظر؟ ويلا يا أصدقائي خلونا ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ليش مرة ليش انقطع الخط مرة ثانية يا أصدقائي؟ إيش فيكم؟ أعيد عليكم السؤال يا أصدقائي، من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفاته كتاب المناظر؟ يلا يا أصدقائي تتصلون تحسون السؤال صعب تسكرون الخط. يلا يا أصدقائي وينكم ووين المعلومات؟ ريمبو قاعدة يتحدانا وأكيد أنتم بتكونون قد التحدي. من هو هذا العالم الذي برز في علوم البصريات والفيزياء والهندسة وعلم الأعداد يعني الرياضيات والحساب والفلك والفلسفة والمنطق والطب؟ يلا يا أصدقائي منو بيكون اللي بيجتهد وبيعطينا الإجابة؟ خلونا نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ خالد. خالد من وين تكلمنا؟ من الفجيرة. الفجيرة، وتحية لأصدقائنا في إمارة الفجيرة. كم عمرك يا خالد؟ 20 سنة، والعمر كله لك، يعني أكيد عندك المعلومات كثيرة والسؤال سهل عليك صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. قلنا إجابتك. ابن الهيثم. ابن الهيثم، وناخذ إجابتك وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك على المشاركة ومع السلامة. يلا يا أصدقائي خلينا أعيد عليكم، من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفاته كتاب المناظر؟
من هو هذا العالم؟ وناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو يكلمنا؟ صالح عبد الحكيم. فرح؟ صالح عبد الحكيم. ما سمعت. صالح عبد الحكيم، قولنا يا صالح من أي إمارة تكلمنا؟ من الفجيرة. من الفجيرة، وتحية لأصدقائنا في إمارة الفجيرة. كم عمرك يا صالح؟ 7. 7 سنوات، والعمر كله لك. يعني أي صف؟ ثاني. 5. إن شاء الله تكون قد التحدي يا صالح، وقول لي من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفه؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم، أخذت إجابتك يا صالح، إن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك على المشاركة، ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يكلمنا؟ نورة عصام. نورة عصام، نورة عصام، قولي لنا يا نورة من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم، أخذت إجابتك يا نور، وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك، ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ مؤيد الأمين. مؤيد الأمين، قلنا يا مؤيد إجابتك؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم، إن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك، ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تسمعني من التلفزيون صح؟ لا. انزين قلنا اسمك. حمدة. حمدة، ما كم عمرك يا حمدة؟ 10. 10 سنوات، والعمر كله لك. اي صف؟ 5. زين قولي لنا من اي امارة تكلمينا؟ دبي، الفجيرة، وين؟ الفجيرة. من الفجيرة، وتحية لاصدقائنا في امارة الفجيرة. قولي لنا يا حمدة، من هو عالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفاته كتاب المناظر؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم، أخذت إجابتك يا حمدة، وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك على المشاركة يا صديقتي، ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ سعود شحي. سعود شحي، إجابتك؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم، أخذت إجابتك يا سعود، وإن شاء الله تكون صحيحة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ فاطمة مصعب. فاطمة مصعب، فاطمة مصعب هي صديقتنا اللي دوم كلها حماس، ويمكن تكون كمان جمع. إجابتك؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم، أخذنا إجابتك يا فاطمة، وإن شاء الله تكون كالعادة صحيحة، وشكرا لك، ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ سليمة. سليمة، قولي لنا يا سليمة، أحد مغششك السؤال ولا بروحك بتعرفين الإجابة؟ لا. بروحك حتساعدك؟ لا، ما حتساعدك. ما حتساعدك، زين إجابتك؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم، وأخذت إجابتك، وإن شاء الله تكون صحيحة، شكرا لك، ومع السلامة يا سليمة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ مهرة. مهرة، مهرة، كم عمرك تذكريني؟ 10. 10 سنوات، والعمر كله لك. قولي لنا يا مهرة إجابتك. ابن الهيثم. ابن الهيثم، أخذت إجابتك يا مهرة، وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك يا صديقتي على المشاركة. وناخذ اتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ خليفة السويدي. اسمك؟ خليفة السويدي. خليفة السويدي، كم عمرك يا خليفة ذكرنا؟ 12 سنة. 12 سنة، والعمر كله لك يا خليفة، إجابتك؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم، وأخذت إجابتك، وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك، ومع السلامة. وخلينا ناخذ آخر اتصال قبل ما يخلص الوقت. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسرعة، اسمك والإجابة. حرية. إجابتك؟ ابن الهيثم. لا، حورية راح عليك الإجابة. صديقتي ردي كلمينا مرة ثانية. الحين أصدقائي السؤال كان يقول من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفاته كتاب المناظر؟ وأصدقائي الجواب يقول ابن الهيثم. مبروك لكل كانت إجابتكم صحيحة، دخل اسمكم معي بالسحب الأسبوعي حق يوم الخميس على طبعا سوبر نينتندو. وحين عنا تحدي جديد وسؤال جديد، لكن بنروح فاصل قصير وارجع لكم، تريونا. Thank you.
رجعنا لكم أصدقائنا مع مزيد من التحديات والأسئلة والمعلومات الشيقة والجديدة. يا ترى بتكونون قد التحدي ولا لا؟ خلونا نعرف. أباكم تتصلون وتكثروا اتصالات على الرقم الموجود في أسفل الشاشة عشان يزيد فرصكم في الفوز. وخلينا أقول حق ريمبو يسعد لأنه وايد متحمس. انطلق يا ريمبو. ريمبو ستوب. وقف ريمبو على اللون الأحمر. معلومة خلف اللون الأحمر تقول هو ثاني أكبر الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية، وهو يحتل المركز السادس في المسافة التي تفصله عن الشمس. أكثر ما يميزه هو شكله، حيث يتكون من 9 حلقات تلف حوله. هذا بالإضافة إلى 3 أقواس من الغبار والجليد والصخور، وهو ذو لون أصفر فاتح يصل عدد أقماره إلى 18 قمراً. والسؤال يقول ما هو اسم الكوكب الذي يتكون من 9 حلقات تلتف حوله وله 18 قمراً؟ 18 قمر. يلا يا أصدقائي قولوا لي ما هو اسم الكوكب الذي يتكون من 9 حلقات تلف حوله وله 18 قمر. يلا يا أصدقائي خلونا نأخذ أول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ خالد. خالد من وين كلمنا؟ من الفجيرة. وتحية لأصدقائنا في إمارة الفجيرة. قلنا يا خالد ما هو اسم الكوكب الذي يتكون من 9 حلقات تلف حوله وله 18 قمر؟ كوكب زحل. كوكب زحل. واخذت إجابتك وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك يا صديقنا ومع السلامة. أذكركم أصدقائكم دوم لازم تتصلون وتكثروا اتصالات عشان يزيد فرصكم بالفوز. وخلونا أخذ اتصال. وألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ نجلاء. نجلاء، قولي لنا يا نجلاء من أي إمارة تكلمينا؟ الفجيرة. من الفجيرة، وتحية لنجلاء من إمارة الفجيرة. كم عمرك يا نجلاء؟ عمري 5 سنين. 5 سنوات والعمر كله لك. قولي لي يا نجلاء ما هو اسم الكوكب الذي يتكون من 9 حلقات من 9 حلقات وله 18 قمر؟ قولي لي إجابتك. زحل. واخذت اجابتك يا نجلة زحل، وشكرا لك يا صديقتي. وناخذ اتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ هديل عبد الحكيم. هديل عبد الحكيم. انت اخت امل عبد الحكيم؟ ايه. انت اخت نجمة الاسبوع صح؟ صح. صح، ألف مبروك لا أمل عبد الحكيم اللي هي أختك. تقولي لنا كم عمرك؟ 10 سنوات والعمر كله لك. تكلميني من أي إمارة ذكريني؟ فجيرة. من الفجيرة. قولي لنا يا صديقتنا ما هو اسم الكوكب الذي يتكون من 9 حلقات تلف حوله وله 18 قمر؟ كوكب زحل. كوكب زحل، وأخذت إجابتك وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لك ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين كلمنا؟ حورية. حورية وين الحماس؟ اليوم مريضة. اليوم مريضة، وألف سلامة لا صديقتنا حورية من رينبو ومن البرنامج ومن كل ومني أنا يا حورية، وألف سلامة عليك وإن شاء الله تقومين بسلامة. قولي لنا يا حورية ما هو اسم كوكب الذي يتكون من 9 حلقات تلف حوله وله 18 قمر؟ كوكب زحل. كوكب زحل، وأخذت إجابتك يا حورية وإن شاء الله تكون صحيحة يا صديقتي، وألف سلامة عليك ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد يكلمني عيسى السويدي. خليفة عيسى السويدي. قلنا يا خليفة إجابتك كوكب الزحل. كوكب زحل، وأخذت إجابتك يا خليفة وإن شاء الله تكون صحيحة، وشكرا لكم ومع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد فاطمة. علي محمد. علي محمد، قلنا يا علي يا صديقنا لكلك حماس ما هو اسم الكوكب الذي يتكون من 9 حلقات تلف حوله وله 18 قمر؟ كوكب الزحل. كوكب الزحل، وخذت إجابتك يا علي وإن شاء الله تكون كالعادة صحيحة، وشكرا لكم مع السلامة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويا هاي الله عليا. الله يحييك. شخبارك يا عليا؟ الحمد لله بخير. قولي لنا يا عليا، ما اسم الكوكب الذي يتكون من 9 حلقات تلف حوله وله 18 قمر؟ كوكب زحل. كوكب زحل، وخذت إجابتك يا عليا وإن شاء الله تكون صحيحة. واتصال جديد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ فاطمة مصعب. فاطمة مصعب، يا فاطمة مصعب من أي مرة تكلمينا ذكريني؟ الفجيرة. الفجيرة، قولي لنا يا فاطمة إجابتك. شهيد. زحل. زحل. زحل، وأخذت إجابتك يا فاطمة زحل، وإن شاء الله تكون صحيحة. وشكرا لك ومع السلامة. وناخذ اتصال جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ محمد عماد. محمد عماد، بسرعة أعطينا إجابتك قبل ما يخلص الوقت. كوكب زحل. كوكب زحل، خدت إجابتك وإن شاء الله تكون صحيحة. وشكرا لكم ومع السلامة. وناخذ اتصال على السريع. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. محمد صالح، كوكب زحل. محمد صالح، كوكب زحل، شكرا لك على الاجتهاد ومع السلامة. وبي خلص الوقت. 2-1، خلص الوقت يا أصدقائنا. وحين السؤال كان يقول ما هو اسم الكوكب الذي يتكون من 9 حلقات تلف حوله وله 18 قمر؟ وش إجابة رينبو؟ هي فعلا كوكب زحل. وحين أصدقائنا استعدوا عشان نشوف شو هي المعلومة الجديدة وشو هو التحدي بيكون. الحين أصدقائنا خلينا أذكركم بس بالجائزة الوايد حلوة اللي هي سوبر نينتندو. هاي بتكون من نصيب فايز الأسبوع، وكل اللي جاوبوا على الأسئلة وكانوا قد التحدي دخل اسمكم معاي بالسحب الأسبوعي اللي بيكون إن شاء الله يوم الخميس. ويوم الخميس هو يوم الحماس، أنا يوم نجم الأسبوع، فبيكون بنت ولا ولد، هالشي بنعرفه بس يوم الخميس. فتريونا الخميس في نفس الوقت الساعة 5 بتوقيت الإمارات على قناة الفجيرة مطلع الشمس. وحين أصدقائي خلينا أقول لكم مع السلامة. We'll be right back.